في سابقة قانونية قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية هارولد كو إن الضربات التي تنفذها الطائرات الأمريكية بدون طيار ضد مقاتلي القاعدة وطالبان تستند إلى حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي. في سماء باكستان الصافية يحلق هذا الطائر المدمر. الولايات المتحدة شنت عشرات من هذه الغارات هذا العام على المناطق القبلية في باكستان، ولطالما كان هناك تشكيك في من أصابته تلك الطائرات بدون طيار، قد يكون من عناصر طالبان أو مجرد مدني بريء. ضربات تثير جدلا دوليا ومحليا بسبب كثرة المرات التي أخطأت فيها تلك الطائرات أهدافها، أخطاء تلقى تبريرات تتأرجح بين الاعتذار أحيانا وإيجاد حجج تقع في إطار مكافحة الإرهاب أحيانا أخرى. إلا أن الملفت الآن هو تقديم واشنطن تبريرا قانونيا لتلك الضربات. حالة النزاع المسلح مع القاعدة والطالبان وحلفائهما نتيجة هجمات 11 سبتمبر/أيلول مسألة دفعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى القول بأن واشنطن تستطيع استخدام القوة دفاعا عن النفس بموجب القانون الدولي. تلك القوة ووفقا لرؤية المتأنية للإدارة الأمريكية تخولها اختيار الأهداف بما فيها العمليات المميتة التي تستخدم فيها طائرات بدون طيار تماشيا مع قوانين الحرب. فالقانون الأمريكي الذي يجيز استخدام منظومة الأسلحة القانونية بما يتماشى مع قوانين الحرب بهدف استهداف زعماء مقاتلين على مستوى عال وبدقة يعتبر الأمر غير مخالف للقانون، وبالتالي لا يعتبر تصفية بل دفاعا عن النفس. كلام قد لا تطرب له آذان منظمات حقوق الإنسان وبعض الخبراء القانونيين، حيث أن مسألة حدود الاستهداف تطرح كثيرا من علامات الاستفهام لدى هؤلاء، وخاصة تلك التي تقع خارج ميدان المعركة التقليدي، فهم يعتبرون المسألة موازية للتصفيات خارج إطار القانون وانتهاكا للقوانين الأمريكية والقانون الدولي على حد سواء. الولايات المتحدة التي تؤكد غالبا حرصها على أن الهجمات بطائرات بدون طيار محصورة بضرب أهداف عسكرية تقول إنها تلتزم التقليل من عدد القتلى المدنيين، أمر يثير غضب السكان في المناطق التي تصيبها الضربات ويزيد من مشاعرهم المعادية للأمريكيين أكثر مما يبدو من إثارته لغضب حكومات هؤلاء المدنيين. نسيم رمضان، BBC.